ظلت في داخلي يعني شكلت عندي حزن لفترة طويلة. رفضني يعني تحت أي سبب؟ رفضني كملحن. سمعت اللحن قال لي أنت ما تصلح ملحن، أنت عازف حلو خليك عازف كمان وهذا حلو. يعني كان طموحي في وقتها لو هذه البذرة أرويت بما الملاحظات الأستاذ فاروق مثلا كان يقدر يشجعني عليها في وقتها، يقول لي اسمحوا ونعدلها وكذا كذا. ما صارت هاي المبادرة من عنده، شجعني كعازف وصولوات بالفرقة، فرقة أصوات شابة، وهكذا ظلت بداخلي غصتها يعني ولدت عني بعض الإحباط نوعا ما. لكنه بقيت أتواصل بموضوع الألحان، وآخر شيء وافق على أحد أعمالي قدمتها للفنان عبد فلك، ثاني عمل عبد فلك الأصوات الشابة اللي هو أغنية لا تلوم اللي من كلمات المرحوم الشاعر الكبير كاظم إسماعيل قاطع، وغناء عبد فلك. عبد من الأصوات الجميلة كانت كلش حلوة، وكان عاجبني، هو صديقي وأخوي من طي عملي يعني، واحد سجلنا وواحد بقى بعد لحد ما مغنى، بس أنا أغني بحفلاتي الشخصية.